سليم هيا بنا لأرياك النخيل فيظهر أن أبا حميد قد شغله شاغل في القيروان. والله إني لفي عجب منك ومن أبي حميد. القاضي لن يسألنا عن عدد النخيل. إنه سحنون يا سليم، وهو لن يكفيه أن يسمع شهادتنا. أخبرني وأنا أراك تهتم بالشهادة، كأنما ستأخذ نصف النخيل أو ربعه. إنها الشهادة يا رجل، وأنت مطالب بها شرعا. والله إنها الوزر للشهادة، لكن ما حيلتي وأنت عثمان وهو أبو حميد؟ ارمي بنظرك إلى بعيد، هو بعينه صاحبك، لكني أستحلفك بالله أن تصدقني قبل أن يأتي. سليم، منذ متى يجرؤ مثلك على أن يشك في شخصي؟ ثم هل نسيت؟ هل نسيت أنني وأبا حميد قد وفرنا لك الحماية ونصرناك أكثر من مرة على عدو لك؟ ثم إنك كثير الشغب. نعم، لأرد عن نفسي كيد الأعداء، لكني والله ما ظلمت أحدا. ها هو ذا قد اقترب، إن كنت شجاعا أطلب منه أن يقسم إن له في النخيل ما أحله الشرع. أتريدها فتنة أم تريد أن تراه وهو يهددني؟ اسكت بربك اسكت. مرحبا بأبي حميد. مرحبا بك يا عثمان. مرحبا بك يا سليم. سليم. نعم. انفض عنك الخوف والتردد، فقد أعاننا الله وسوف آخذ حقي في النخيل. ها؟ إذن هل رضي أبو الحسن أن يعطيك نصيبك من غير أن تذهب إلى القاضي؟ لا، القاضي الذي كنا نخشى بأسه قد مات. مات سحنون يا عثمان. محمد بن الأغلب يعرف كيف يختار قضاته. كلا، لن يأتي برجل أكثر جرأة في قضائه من سحنون. والآن هل لأحدكم سؤال؟ هل لشيخنا سليمان بن عمران أن يخبرنا إن كان قد تمنى على الأمير بن الأغلب؟ اسمع يا بشر، وأنا قد استخرت الله فيك وستكون كاتبي. إذن أتوسل إلى شيخنا أن يعفو عن كاتبه. يا سبحان الله، أي ذنب ارتكبت؟ ما كان لكاتبك أن تبلغ به الجرأة هكذا ليسألك كيف وليت القضاء؟ لا، بل يجب أن تعرف، ويا حبذا لو علم أهل القيروان جميعا. أنا يا بشر لم أتمنع على الأمير ابن الأغلب. أكنت تشتاق إلى القضاء يا شيخنا ابن عمران؟ لا، ولكني لم أكن أبغضه، فهو وإن كان كالمركب الخطر إلا أنه يعينك على فهم ما يجري بين الناس، ثم هو يعينك على ما هو أكثر من ذلك، إذ تبحث الشكايات وتنهي النزاعات والخصومات. ما رأيت مثلك يا شيخنا، ولقد علمت أن الكثيرين يهربون من القضاء. والله إني لا أعلم أن التيسير علامة على الإذن الإلهي، ولقد وجدت اليسر في نفسي حينما استدعاني الأمير ابن الأغلب، والعمر الحق إن ذلك لدليل على أن الله قد قضى أن أكون القاضي الذي يحكم بين الناس بما يريد سبحانه وتعالى. فلماذا التشاؤم والخوف وعندي السند من كتاب الله وسنة رسوله وما قضى به أسلافنا رضي الله عنهم؟ ثم إني يا إخواني سوف أعمل العقل وأجتهد، والله أسأل أن يوفقني ويصلح من أمري. أما زلت تركب رأسك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أما زلت أنت عند طمعك؟ إنني أحذرك أن تتجاوز حدودك، ولتعلم أني صبرت عليك كثيرا.
اتق الله يا أبا حميد. أنا لا أطلب إلا حقي. أي حق يا رجل؟ إن كل ما تفعله لن يمضي بسلام، والله يمهل ولا يهمل. ماذا تقصد؟ وكيف لا يمضي ما أفعله بسلام؟ أتظن أنك تستطيع أن تقف في وجه أبي حميد؟ اذهب يرحمك الله، فإني أرى الشيطان. لا تكمل، إنك أنت الشيطان نفسه الذي لا يريد أن يعطي الحق لصاحبه. ماذا أقول لك؟ والجرأة على الحق الذي تدعيه قد بلغت المدى. إنما جئت لأحذرك قبل أن أذهب إلى القاضي وأقتلعك من الأرض والنخيل. أي قاض هذا الذي ينصر الباطل ويقتلعني من الأرض والنخيل؟ هل لشيخنا القاضي أن يسأل الشاهد عن عدد النخيل ومتى كانت زراعته؟ ليس شرطا أن يعرف عدد النخيل، لكن متى كانت زراعته؟ منذ 7 سنين تقريبا يا شيخنا. والله إن الطالب أو المدعي أبا حميد هو الذي لقنه الشهادة، وإنه لكاذب. لا تقسم يا أبا الحسن، ولا تسفه شهادة شاهد عندي، ولا تتهمه بالكذب. عفوا شيخنا القاضي، وقد نعمت القيروان بك. ألم يشهد حتى الآن شاهدان أقر بحقي في النخيل؟ بلى، ولكن ماذا تريد أن تقول؟ سمعت شيخنا القاضي في خصومة من قبل قال إن الأصل في الشريعة الإسلامية أن نصاب الشهادة في المال أو ما يؤول إلى مال شاهدان عدلان، أو شاهد وامرأتان عدلان. وما رأي شيخنا القاضي إذا كان معي شاهدان آخران؟ أيشك شيخنا القاضي في شهادة 4 عدول سوف يرى شهاداتهم جميعا؟ ومن الشاهدان الآخران؟ أنا شيخنا القاضي عثمان بن محمود، وأقسم بالله إن أبا حميد له نصف النخيل، وهو الذي زرعه ورعاه وحرسه. هل حضرت شرط اتفاق الطالب والمطلوب؟ نعم، اتفق على أن يملك كل منهما نصف النخيل. والرجل الآخر؟ أنا سليم بن سالم، وأشهد أن ما قاله الشهود 3 هو الحق. ولكن أبا الحسن هذا يطمع في النخيل كله، ويريد أن يظلم أبا حميد ويهضمه حقه. هيا يا أبا حميد، حكمنا لك بحق النصف في كل النخيل. شيخنا القاضي، إن الشهود 4. يا أبا الحسن، اذهب واتق الله في حقوق العباد. أعلم اليمين و... اسكت يا أبا الحسن وانصرف قبل أن آمر الشرطة بطردك أو القبض عليك. هيا. السلام عليك يا بنت شيخنا القاضي عزه الله. أنا جاريته يا رجل، فماذا تريد؟ أريد مقابلة شيخنا القاضي. هل أنت من طلاب علمي؟ وإن كنت لم أرك من قبل. لا، أنا صاحب ظلامة عنده. اذهب إليه في مجلس قضائه إن كنت لا تريد غضبه. كنت اليوم في مجلس قضائه، لكن... لكن؟ لكن ماذا يا رجل؟ أناشدك الله أن تخبريه بمجيئي، وأن تساعدي رجلا مظلوما. قد لا يعرف اسمك، فأصحاب القضايا كثيرون. ذكريه بالقضية نفسها. قولي له أبو الحسن صاحب قضية النخيل التي قضيت فيها اليوم. أنت يا رب؟ سيدي الشيخ ينادي. عفوا، والله يا سيدتي إني لفي حرج، حتى ولو كان سائلا يطلب الصدقة أنا أتركه هكذا أمام الباب. ماذا يقول الناس عن سليمان بن عمران؟ العف التقي إذا جاءه أصحاب القضايا في داره. أشهد أن هذا الرجل ساذج، لكن ألا أذهب إليه وأخبره أن ينصرف؟
اتركيه أمام الباب حتى يأخذ الدرس والعظة ويكون عبرة لغيره. ماذا تقول هذه الجارية؟ والله يا سليمان، رغم أنني زوجك التي تمتدح سجاياك وأفعالك كلها، إلا أن وقفة الرجل أمام دارنا مخزية، ثم إنها تثير الشبهات. أتسمعين يا سيدتي؟ أهكذا نتركه يدق الباب؟ وماذا أفعل لرجل فقد الحياء؟ ولولا أنني ناقشته اليوم لظننت أنه مجنون. لن ينصرف قبل أن يعلم أنك لن تقابله. نسيت أن أسألك يا روت، هل يحمل معه شيئا حتى أضبطه متلبسا بتهمة رشوة للقاضي؟ والله يا سيدي، كمن يخفي شيئا تحت ثيابه؟ إذن لم يصدق ظنك فيه. ماذا تعنين وقد أمسكت بك رعشة؟ ربما كان سفيها مجنونا وجاء ليقتلك. ما أسهل الأمر علي وأنا ذاهب إلى القضاء أو راجع منه. ثم أنسيت يا زوجتي التي ترتعد أن للقضاء هيبة في القلوب تشل الجوارح إذا فكر أحد أن يعتدي على القاضي؟ تقول لك رود إنه كمن يخفي شيئا تحت ثيابه. عفوا سيدي، عفوا سيدتي، والله لا يصر على الوقوف أمام الباب وطرقه بهذه الجرأة إلا رجل يريد سوءا. يا لك من بلهاء، أمن يريد السوء يجرؤ على أن يعلن عن نفسه بهذه الصورة وهو لابد وقد جمع من حوله الناس؟ افتح يا شيخنا القاضي. أكاد أسمع صوت كاتبي بشر. لا، لن تخرج ولن تفتح حتى أكون معك ومعنا روت. قلت لك إن الإسلام بعدله قد ألقى في القلوب كل الهيبة للقاضي. سيد القاضي، ما هذا الذي يحدث يا بشر؟ هذا الرجل يا شيخنا إنه يدعي أنه مظلوم. والله يا شيخنا لقد ظلمني الشؤون. أتوصل إليك أن تأذن لي بدخول دارك والجلوس معك حتى تعرف الحقيقة. ألم تكن تعرف الحقيقة حين كنت في مجلس القضاء؟ انصرف يا رجل، وإلا دعوت الشرطة وأمرتهم بحبسك. ادعو الشرطة وجيش الأمير فلن أبرح مكاني حتى أحدثك. انصرفوا أيها الناس يرحمكم الله. هيا انتظر أنت يا بشر. سيدتي، أسمعت ذلك الرجل الأحمق يا سيدتي؟ أهان أمر القضاء على العامة حتى يأتوا إلى القاضي في داره؟ في صوته أنين المظلوم حين يستغيث ولا يجد من ينصره. ثكلتك أمك يا روت، إن القاضي هو سيدك سليمان بن عمران المشهود له ولقضائه. عفوا سيدتي، فقد تكون الشفقة وقد يكون العطف. نعم يا شيخي وسيدي، إن القاضي يلزم أن يكون حكيما فهيما مستقيما أمينا مكينا متينا، وأنت والله خير من جمع كل هذه الصفات. إذن لماذا يدور بخاطرك أن الشهود ظلموه؟ أنا لم أؤكد أن الشهود ظلموه، ولكن بعد أن سمعت صرخاته المكتومة والتي كانت تخرج في أنين أكاد أشك في هؤلاء الشهود. ودار القاضي يا بشر أليست لها حرمة؟ أهي مزار لكل من سولت له نفسه أن يأتي إليها يدفع حكما أو يفتري على القاضي أنه قد ظلمه؟ ارتكب الرجل خطيئة بالحضور إلى دارك، ولكن هل من وسيلة نصرفه بها وهو قد حلف بكل أيمان ألا يبرح مكانه حتى يقابلك؟ صاحب المظالم أولى به، يذهب إليه يشكوني. تكون كبيرة يا شيخنا، تكون سابقة في قضاء أقدر القضاء سليمان بن عمران. بل تكون سابقة للعامة من بعدي،
ويستهين الناس بذات القاضي ولها حرمة يجب ألا تمس. ألم يعلمك أحد شيئا عن مكانة القضاء؟ كيف يا شيخنا وأنا أطلب العلم عندك وأعلم أن للقضاء مكانة كبيرة في الإسلام وأنه مما كلف الله به الرسل. إذن أترك لي أمر ذلك الأحمق وانصرف أنت إلى عملك. سليمان، هل يعقل أن تذهب إلى فراشك والرجل يبيت عند عتبة دارك؟ ذلك خير من أن يقول الناس إن سليمان بن عمران يسمح للمتخاصمين أن يأتوا إليه في داره. لماذا يا سيدي لم تستدع الشرطة ليقبضوا عليه؟ لقد أصاب كاتبي بشرا مس من جنون ذلك الرجل فتعاطف معه وذهب إلى أصحابي يدعوهم حتى يدخل ذلك الرجل معهم، ولكني سأذهب إلى فراشي. إنك بهذا تثير الأقاويل من حولك، ولن يكون حديث للقيروان إلا عن حكاية ذلك الرجل معك. وأي عيب في هذا حتى ولو علم الأمير بن الأغلب نفسه؟ أي ضير في أن تسمع منه، وها أنا ذا جئت بكل هؤلاء، وما أشبه مجلسنا هذا في قاعة دارك بمجلس قضائك. أيرضيك وأنت الفقيه أن يحدث هذا؟ غدا يقلده غيره وتكون داري أشبه بالسوق، وويل للقضاء من مثل هذا الرجل. لا والله يا قاضينا سليمان، واسأل كاتبك عما قلته له حينما جاء إلى داري يدعوني. نعم يا شيخنا، لقد عاب عليك أن تصبر على هذا الرجل وصاح. لماذا لم يحكم بحبسه وجلده حتى وإن أصدر الحكم عند عتبة داري؟ أصغي إلي يا قاضينا سليمان. يا أبا عبد الله، إني أنافسك وأريد أن أصل إلى مرتبتك في العبادة وتلاوة القرآن، وها قد مضى من الليل أكثر من ثلثه. والله إذا كان الرجل مظلوما ونصرناه فذلك من العبادة، والقضاء عبادة، بل قد يكون القضاء جهادا حينما يجهد القاضي نفسه وعقله ليصل إلى الحق في الحكم. اذهبوا إلى الرجل وتحايلوا عليه أن ينصرف، وإن كان في العمر بقية إلى باكر استمعت إليه في مجلس القضاء. لقد أتعبنا كثيرا، وأنا لم أترك باب دارك إلا بعد أن ناقشته طويلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، آتوني به أسمع منه، وأنتم حضور مجلسنا، وآتوني أيضا بمحمد بن سحنون. حكم أصدره القاضي بشهادة شهود أربعة يا بشر، وتريدون أن ينقضه؟ وأي في منزلي؟ والله إن أمركم لعجب. أبعد ما سمعته مني يا ابن شيخنا سحنون تقول إن أمرنا لعجب؟ لو كان صاحب حق لأتى بشاهدين عدلين، لا أقول أربعة شهود كما فعل المدعي. أستحلفك بالله أن تتفرس ذلك الرجل وأن تنفذ إلى أعماقه، ففي الفطرة ما يمكن أن نستلهمه لنفرق بين الصدق والكذب. ذلك من الشروط الواجب توافرها في من يتولى القضاء، وابن عمران استوفى هذا الشرط، بل كان أبي يقول له إن فيك لكياسة. صبرا حتى يضمنا المجلس في دار شيخنا القاضي. أقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم هذا، بل تكون امرأتي طالقا إن كنت أجل. والله الذي لا إله إلا هو، إن شهود الأربعة شهدوا زورا وبهتان. والله القاضي الجبار المنتقم ما شاركني أبو حميد في زراعة النخيل
وما رآني وأنا أزرعه، وإن النخيل نخيلي زرعته في أرضي بعد أن اشتريته بخالص مالي، وحسبي الله ونعم الوكيل. ما تقول يا محمد بن سحنون؟ والله ما أرى لهذا وجها في القضاء. استمع إلي يا ابن شيخنا سحنون، أليست غاية القضاء دفع الظلم ورد الحق إلى أهله؟ تلك هي قضيتنا. كيف أرد شهادة 4 من الرجال العدول ثم كيف أعود في حكم قضيت به؟ تستدعي الطالب المدعي والشهود يا شيخنا وتعيد النظر في الخصوم؟ قاتلك الله يا كاتب القاضي، كيف أفتح بابا لا يستطيع قاض من بعد أن يسده، إذ هو نفسه قد نقض ما حكم به بعد أن قامت عنده البينة واطمأن إلى ما حكم به؟ هل يسمح لي شيخنا القاضي أن أتكلم؟ تكلم، ما جئت بك إلا لتتكلم. ألا يفتح مثل الحكم الذي قضيت به بابا لأصحاب النفوس المريضة الذين يخشون بأس أحد المتخاصمين أو ينالون منه أجر شهادة الزور؟ الباب مفتوح ويقف أمامه مرضى النفوس الذين قلت عنهم، ولكن الإسلام هو الحارس الذي يحجزهم ويمنع دخولهم، وإن الله سبحانه هو الذي يحاسبهم، فالقاضي لا يعلم ما تخفيه الصدور. ها قد عدنا لما قلت لك يا ابن شيخنا سحنون. ماذا قال لك؟ الفراسة والفطنة غير ما تخفيه الصدور، ولا يعلمها إلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما زال شيخنا القاضي عند حكمه مع أني أقسمت بكل الأيمان إني مظلوم. ولن يستطيع أمير البلاد نفسه أن يحولني عنه ما لم تقم البينة على أن الشهود شهدوا زورا، فهل تستطيع هذا؟ لا لا أستطيع، لكن وكتاب الله الكريم. لا تحلف ولا تتكلم فلن أسمع منك. قضينا على حق يا شيخنا أبا عبد الله. والله يا ابن شيخنا سحنون لا أدري ماذا أقول. أقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم هذا، بل تكون امرأتي طالقا إن كنت أكذب. والله الذي لا إله إلا هو، إن الشهود 4 شاهدوا زورا وبهتانا. والله القاضي الجبار المنتقم، ما شاركني أبو حميد في زراعة النخيل وما رآني وأنا أزرعه، وإن النخيل نخيلي زرعته في أرضي بعد أن اشتريته من خالص مالي، وحسبي الله ونعم الوكيل. استغفر الله العلي العظيم. أية ليلة هذه؟ لماذا تركت فراشك وجئت إلى هنا؟ أهيئ نفسي للوضوء والصلاة وتلاوة القرآن. لا يا شيخنا القاضي، فأنا لم يغمض لي جفن ورأيتك وأنت تجلس في فراش نومك ثم ترقد ثم تقوم. سأهدأ بعد أن أصلي. ألا لعنة الله على ذلك الرجل؟ أفي وقت السحر ترسلين اللعنات على مسلم؟ أراك تريد أن تتعاطف معه. وماذا يأتي به العطف أو التعاطف؟ شيخنا القاضي سليمان بن عمران الذي طرد الرجل أمام فقيهين وكثرة من الرجال يقول هذا؟ نعم، ولكن ما حيلتي؟ ما حيلتك؟ فيما تفكر يا سليمان؟ وماذا يشغلني غير هذا الذي يدعى أبا الحسن؟ هل يخدعني ذكائي؟ أو هل أكون ساذجة إذا قلت إن شيئا وقع بقلب القاضي من ناحية ذلك الرجل؟
نعم، ولكني في حيرة، حيرة جعلتني الآن أعيش الندم على أنني قبلت منصب القضاء وكنت فارحا به. وماذا ستفعل؟ ليس أمامي إلا الصلاة وتلاوة القرآن وأن أبتهل إلى الله أن يلهمني ما أفعل. يا رب يا رب. ما عليك يا أبا حميد؟ إن كان ذلك المدعى عليه قد حضر إلى ذلك فقد رددته خائبا وقد أصدرت الحكم لصالحك. لكني يا شيخنا القاضي أستنجزك التنفيذ. هذا حقك، فاذهب وأتني بالشهداء الذين شهدوا لك في أصل الحق عندي حتى يحضروا تنفيذ الحكم لك. أمرك يا سيدي القاضي. انتظر يا سليم. ها قد انتظرت. نعم، ماذا تريدان؟ لماذا لا تستجيب لدعوة القاضي حتى يأخذ أبو حميد حقه في النخيل؟ أهناك ضرورة لحضوري ومعه غيري 3 من الشهود؟ سنذهب جميعا، أنا وأنت وخلف والقاسم. القاضي أمرني أن أحضركم جميعا ليكون تنفيذ الحكم. رحماك ربي. أتمم ما صنعت ولن أنسى لك ذلك المعروف. غدا أكون معكم في مجلس القاضي، والله المستعان على ما تصفون. كيف أحكم بموت عمكما؟ سافر يا شيخنا إلى مكان بعيد وانقطعت أخباره منذ مدة طويلة. أليس انقطاع أخباره يجعل شكا في حياته؟ بلى يا شيخنا. اسمع يا هذا أنت وأخوك، الشك في موت عمكما الغائب لا يزيل حياته، فلا يجوز الحكم بموته وتأسيسا عليه. ليس لكما ولا لبقية ورثته اقتسام تركته. هيا اذهبا، حان الآن تنفيذ ما اتفقنا عليه، فاستعد. المتخاصمان سعيد بن محمود الطالب، عمرو بن عقبة المطلوب. أنا الطالب يا شيخنا سعيد بن محمود. وأنا المطلوب يا شيخنا عمرو بن عقبة. قبل النظر في هذه القضية قم يا بشر. أمر شيخنا القاضي. اذهب إلى صاحب سوق من سوق الجمال وقل له إن القاضي يأمرك أن تبعث إليه 4 جمال حتى يطوف بهم في المدينة رجالا شاهدوا عنده زورا. أمرك يا شيخنا القاضي. اسمع يا بشر، اذهب إلى تاجر حبال وهات حبالا تكفي لربط هؤلاء الشهود 4، فإني سأربطهم على الجمال العارية ووجوههم ناحية أعجازها. أمرك يا شيخنا القاضي. أين من نادى عليهما كاتبنا بشر؟ أنا الطالب يا شيخنا سعيد بن محمود. وأنا المطلوب يا شيخنا عمرو بن عقبة. انصرف إلى الغد، أصلح الله حالكما، ولينصرف معكما من باقي من أصحاب الظلامات. أمرك يا شيخنا. شيخنا القاضي، لقد وعدتني بالأمس أن تنفذ لي الحكم. أجل، وقلت لك أنفذه بحضور شهودك. أحضرتهم. قربهم مني. ها هم كانوا. اذهب وابحث عنه. معي إلى القاضي. والله لن أعود إلى القاضي ولو اقتتلنا هنا في عرض هذا الشارع. ماذا تريد بنا يا أبا حميد؟ الزور وشهدناه خوفا منك أو طمعا فيك؟ لكن الفضيحة لا. أهي الفضيحة وحزب،
أنسيت عقاب شاهد الزور؟ لماذا زعمتم أن القاضي يعنيكم؟ هذه بلاهة والله، ولا بد أن تجعلوه يشك في أمركم. هل تظن أنه لم يشك في أمرنا؟ ألم يخبرك أحد أن ذلك القاضي أذكى من الذكاء نفسه؟ إنه فقيه وعالم يا أبا حميد، إن الله يلهم القاضي ما لا يلهمه لأمثالنا. إني والله لا أشهد له الآن، إنه من أولياء الله. يا لمصيبتك يا أبا حميد، جن سليم وزعم أن القاضي من أولياء الله. إنه والله كما قال سليم، إن لم يكن من الأولياء فهو على الأقل حصيف ونابغة استشف ما في صدورنا. حتى أنت يا عثمان، اذهب عنا قبل أن تفضحنا. والآن ماذا تريد منا؟ لي معكم شأن آخر. بل لنا معك كل شأن وسترى. هيا بنا رجال. ماذا تريد بي يا شيخنا القاضي؟ كل خير إذا شاء ربك. لماذا تصر على إحضار الشهود وقد أدوا ما عليهم؟ وماذا يمنعهم من حضور التنفيذ وهذا يزيد حقك وضوحا؟ هل تريد أن ترجع في حكمك؟ حاشا لله، حاشا لله أن يصدر القاضي حكما بناه على شهادة الشهود العدول ثم يرجع عنه. حتى لو طالت بي الأيام ثم جئت بهم؟ نعم، في يوم حضورهم وعلى مشهد منهم وقد شهدوا لك من قبل في أصل الحق عندي يكون تنفيذ الحكم. انظر يا عثمان، كل هذا النخيل أصبح ملكي، نصفه بحكم القضاء، لكنك تمنع خير ملكيته عني. هل من مفاوضات بيننا على أن تعيدني على بقية الشهود؟ القاضي أرجعهم إلى الرشد يا أبا حميد. بل زرع الخوف في قلوبهم. والله إن كان قد فعل بنا ذلك فلا نعمة ما فعل، إنه الدرس القاسي يا أبا حميد. بشر لم يأتي بجمال ولا حبال. ولماذا لم تذكر هذا للقاضي رغم أنه مر على وعيده شهور أربعة؟ ضيعكم الله كما ضيعتموني. بل حفظ الله القاضي سليمان بن عمران الذي أنذرنا بالفضيحة قبل أن يطوف بنا على الجمال العارية في شوارع القيروان. قل لي يا شيخنا، النابغة النابهة الأريب الحصيف. إنه يكيل لي المديح يا ابن سحنون. لم تسأل يا شيخنا لماذا جئنا إليك؟ وهل يسأل المزور ضيوفه؟ ثم إن العلم يجمع بيننا يا ابن سحنون. والله لقد ذهبت إليه وجئت به إلى دارك بعد أن سألت عن أولئك الشهود الأربعة الذين تسللوا من مجلس قضائك قبل أن تطوف بهم على ظهور الجمال. وهل كنت ستفعل بهم ذلك لو جاءك بشر بالجبال؟ كيف ذلك يا ابن سحنون لو أنهم بقوا في أماكنهم ثابتين؟ وأي قوة عندي تدفع شهاداتهم بعد أن حلفوا اليمين؟ يا سبحان الله، إذن كنت؟ نعم، لقد فكرت وفكرت بعد أن وقع في نفسي أن أبا الحسن المدعى علي مظلوم. وهل هذا من القضاء يا قاضي القيروان؟ ماذا تعني يا ابن شيخنا في العلم والقضاء؟ ما علمت أن ما فعلته مع الشهود الأربعة مما جاء في الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة، بل أيضا ليس من باب القياس. أسألكما، ألم تمضي الشهور ولم يحضر المدعي الشهود؟ ألم يمل ويترك القضية؟ بلى. أسألك مرة أخرى يا ابن سحنون، ألم يدفع ما فعلت هذا الظلم
ويحقق العدل ويمنع الحرج؟ لا أستطيع إلا أن أقول بلى، ولو أنني أظن أنه نوع من الاستحسان يذهب إليه القاضي، مع أني لم أسمع من أبي أنه نوع من القضاء في طريق الحق. بل هو من باب اللطف والسياسة، وما غاية القضاء إلا دفع الظلم ورد الحق إلى أهله.